التعامل مع التغيرات المناخية يحتاج لتكاتف دولي. كوب 27 يأتي بالسمة الرئيسية وهو التنفيذ على أرض الواقع. هناك تكاتف دولي للوصول لحلول وخطط تم الوصول لها من قبل، ولكن أيضا هناك حلول جديدة، ولكن الأهم هي آليات التنفيذ. ولكن هنا معنا الآن لقاء خاص مع وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة لتحدثنا عن رؤيتها للتعامل مع التحديات المناخية وآلية أيضا التعاون بين سنغافورة ومصر. Your Excellency Grace, thank you for شكرا لمعاليك للانضمام إلينا على القناة الأولى. شكرا لك. نحن نتحدث عن واحد من أهم المؤتمرات الآن، وهو قمة المناخ 27 والتعامل مع التغيرات المناخية. في رأيك كيف يمكن للعالم أن يتعاون للوصول إلى الحلول التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع؟ أعتقد أنها منصة مهمة لجميع الأطراف أن تكون موجودة فيها للنظر فيما أسميته الإجراءات والتنفيذ والشراكات. علينا أن نتعامل مع التغير المناخي بشكل فعال، وأن نتعاون مع علينا أيضا أن نرفع طموحاتنا من أجل أن نصل إلى صفر انبعاثات غازات بشكل أسرع. ننظر أيضا إلى التنفيذ، أعتقد أن هنالك العديد من طرق التعاون بالنسبة لقمة المناخ، هذا أمر مهم. وكذلك وعد التمويل للدول النامية، أعتقد أن هذا يجب أن تقوم به الدول المتقدمة، أن تطمئن الدول النامية. وأعتقد أيضا أن هنالك الأضرار والخسائر، أنه أمر مهم للغاية للعديد من الدول ما فيها سنغافورة. علينا أيضا أن ننظر في التنفيذ في هذه القمة. بجانب الشراكات، هنالك العديد من التكنولوجيات الموجودة والموارد والأفكار التي تدور حولنا جميعا. إذا ما استطعنا من جمع جميع أفكارنا وموردنا، فأعتقد أننا يمكن أن ننتقل إلى عالم أفضل يعتمد على التخفيف والتكيف في الوقت ذاته. لقد تحدثت معليك عن أمر مهم للغاية، ألا وهو التمويل، ولكن الأمر الأساسي هو لقد تم الاتفاق مسبقا على 100 مليار دولار من كتعويض للدول النامية أو كاستثمار للانتقال نحو الطاقات المتجددة. هل تعتقدين أن في مخرجات قمة المناخ 27 ستلعب دورا في تطبيق هذه الاتفاقات على أرض الواقع؟ أعتقد أن هذا الموضوع سيكون عليه مفاوضات شديدة، لازال الوقت مبكرا، ولكن أنا أرى في الواقع أن هنالك العديد من الشركات ومشاركة القطاع الخاص، لأن أعتقد أن الشركات حول العالم عليها أيضا أن تأخذ إجراءات وأفعالا. لذا نحن بحاجة إلى تنشيط رأس المال وقدراتهم وتكنولوجياتهم من أجل الاستثمار والتمويل. فبجانب التمويل العام من الحكومة، يمكن أيضا للقطاع الخاص أن يقدم بعض الموارد. نحن نأمل ذلك، وأن سنغافورة باعتبارها مركزا ماليا في آسيا، نحن نأمل أن نلعب هذا الدور في منطقتنا. وأخيرا معاليك، لدينا هذا السؤال المتعلق بسنغافورة. ما هي الخطوة الرئيسية أو الخطوة الأولى من وجهة نظرك التي يجب أن يتم تطبيقها ويجب البدء بها من أجل التحول نحو الأخضر؟ هل يوجد أي خطط مستقبلية للتعاون مع مصر فيما يتعلق بالتحول الأخضر؟ أول شيء قمنا به وهو رفع ضريبة الكربون. لقد وضعنا ضريبة على جميع مصادر الانبعاثات الكبرى. إن هذه الضريبة تمثل تكلفة لإنتاج غازات الدفيئة. إذن نبدأ في أن عليهم أيضا أن ينظروا في التكنولوجيات وتغيير عملياتهم من أجل خفض الانبعاثات التي ينتجونها. فيما يتعلق بمجالات التعاون، نحن ننظر في مجالات مثل أمن المياه والغذاء. إن أثر المناخ يتعلق بتوفر المياه، إما ستكون هنالك العديد من المياه في بعض الأماكن أو كثير من المياه وقليل من المياه في أماكن أخرى. إن الأمر يتعلق بالتوزيع، نعم، ويتعلق الأمر أيضا بإنتاج الغذاء، فالمزارعين يتأثرون بذلك. أعتقد أن هذه إحدى المجالات التي يمكن أن نعمل عليها، ولو هي ضمان أمن المياه والعمل على أمن الغذاء. إن هذه المجالات التي يمكن أن تشارك فيها مصر وسنغافورة تجاربهم. شكرا جزيلا لمعاليكي.
شكرا لانضمامك الينا، شكرا على الفرصه. وكما راينا هي يعني كما نذكر دائما هو يعني الاتحاد للوصول لاليات التنفيذ على ارض الواقع هو الاهم والسمه الرئيسيه التي تعمل عليها جميع الدول، ولكن ايضا الجميع يتحدث عن فكره التمويل، والتمويل ياتي هنا للاستثمارات الجديده وايضا تعويض الدول الناميه عن الخسائر التي حلت بها والاضرار التي حلت بها جراء التغيرات المناخيه، والتي كان السبب الرئيسي بها هي الدول الصناعيه الرائده نظره عامه عن ما يمكن ان يتم تطبيقه على ارض الواقع، والتعاون السنغافوري والمصري، وايضا رؤيه سنغافوره للتعامل مع التغيرات المناخيه.